دكتور فضل خوري هو الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت وأستاذ في الطب في كلية الطب والمركز الطبي. اختصاصي في الأورام الجزيئية وفي ترجمة نتائج أبحاث السرطان ووضع أكثر من 750 مؤلف عن الموضوع. تولى على مدى 10 سنوات رئاسة تحرير لمجلة السرطان وشغل منصب أستاذ وعميد مشارك في أبحاث كلية الطب بجامعة إيموري ونائب مدير معهد وينشيب للسرطان بأمريكا. ولد خوري في بوسطن أمريكا ونشأ في بيروت بعد حصوله على شهادته الجامعية من جامعة ييل، كما نال درجة الدكتوراه في الطب من كلية الأطباء والجراحيين بجامعة كولومبيا. بظل رئاسته للجامعة أعادت الأيوبية العمل بنظام الحيازة الأكاديمية وأطلقت العديد من البرامج الجديدة للدكتوراه، وساعد في الحصول على منح وتبرعات للطلاب وللمرضى لتبلغ قيمة التبرعات 250 مليون دولار حتى ما يبقى طالب متميز من دون علم. حاز فضل خوري على العديد من الجوائز الأكاديمية بحياته، ومن خلال موقعه اليوم يشكل طاقة أمل وإلهام لعدد كبير من الشباب والصبايا بلبنان والعالم العربي.